واقعة فساد مدوية تطيح باتحاد الإعاقة بعد قيام رئيس الاتحاد المقال بتسفير مجموعة من المبصرين لبطولة دولية باعتبارهم ممثلين لفريق كرة الجرس المصري، وذلك بدلا من منتخب المكفوفين بعد أخذه ريشا منهم. الفضيحة التي تناولتها الصحف أثارت استغراب الرياضيين الذين حمل بعضهم وزارة الشباب والرياضة جزءا من المسؤولية، فيما حمل آخرون الاتحاد ورئيسه المسؤولية كاملة. موجودة فيها أولاد مبصرين معهم دبلوم صنايع تقريبا، أولاد خدوا تأشيرة من خلال أن هم مكفوفين وسافروا وهربوا وقاعدين تقريبا لغاية دلوقتي هناك، وده تم من خلال الاتحاد، بس أنا بلوم على المنظومة كلها. فيما عبر شباب الفريق المصري لكرتي القدم للمكفوفين والجرس عن حزنهم لما تعرضوا له من إهمال طوال الفترة الماضية. مش عايز أسيء للاتحاد، هو كان للأسف كان الاتحاد فاشل. ليه؟ هو يعني المبصرين مش عارفين يسافروا، يعني مش قادر تسافر المكفوفين، يعني خسارة في المكفوفين هي تسافر، ما تسافر المبصرين اللي هم قادرين ان هم يسافروا. المكفوفين ده هو ده يعني هو ده أملهم الوحيد ان الاتحاد يسفرهم. رئيس الاتحاد الجديد الذي ما زال يجهز مقر الاتحاد عبر عن أمله في عودة الاتحاد ولاعبيه إلى الطريق الصحيح خلال فترة قصيرة. هندرس الأمر وحناخد الإجراء اللي يرضينا ويرضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضي مصر ويرضي أبنائنا المكفوفين من الرياضيين اللي لو كان ليهم حق هيجي لهم، أما من أخطأ فبالتأكيد لن نسكت عن الخطأ ولن نسكت عن الفساد بأي حالة من الحالات. وجود رقابة مستمرة على اتحادات المعاقين المهمشة أمر يطالب به الرياضيون منذ فترة، خاصة وأن هؤلاء في حاجة لمن يرعاهم وليس من ينهب أموالهم. أحمد بقيت العربية، القاهرة.